رئيس جمهورية مصر العربية، الحضور الكريم، كل عام وحضراتكم بخير ومصر كلها بخير وسعادة. برحب بحضراتكم في يوم مميز ننتظره كل عام في شهر رمضان الكريم، وهو إفطار الأسرة المصرية، واللي بيعتبر مناسبة هامة بتجمع ممثلين عن مختلف فئات الشعب المصري الكبير والعظيم. الحقيقة التهنئة مقدمة لكل مصر مسلميها ومسيحيها في فترة مليئة بالأعياد والأيام الكريمة، ففي لوحة إنسانية متكاملة على أرض مصر مهد الرسالات السماوية بيتزامن شهر رمضان الكريم مع أسبوع الآلام، وبنهني بعض بعيد القيامة المجيد، وكمان بنتجمع في أعياد الربيع ونفتخر بعيد تحرير سيناء الغالية. كل سنة ومصر طيبة ودايماً في خير وعزة وسلام. كل سنة بتعدي، مشروعات بتكبر، طموحات أكبر بتتحقق، أمل دايماً موجود، إنجازات ملموسة، وكمان محن وأزمات عديدة بنتخطاها مع بعض. فعلى مدار سنوات خطوات كتير مشيناها في طريق وصولنا إلى جمهوريتنا الجديدة المنشودة. من أهم الخطوات دي كانت المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم، يستهدف تحسين حياة أكتر من 60 مليون إنسان. المشروع وحد كل الجهود على هدف واحد، الدولة بمؤسساتها، مؤسسات المجتمع المدني، وكمان الشباب المتطوعين اللي موجودين في كل قرى مصر بس لخدمة أهالينا. السنة دي فريق عمل حياة كريمة نزل في رمضان عشان يرسم البسمة على وشوش المصريين، ولكن الحقيقة إن هم اللي خلونا نبتسم ونحس بكل فخر وأمل.